الرئيس السيسي يؤكد على تساقي المواقف بين مصر واليونان في منطقة الشرق المتوسط. خلال حفل قادرون باختلاف، السيسي يوجه كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بالعمل على مكافحة ظاهرة التنمر. الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي تحتفل بعيد ميلاد المجيد. السابعة صباحا الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتساق المواقف والمصالح المشتركة بين مصر واليونان فيما يتعلق بمنطقة شرق المتوسط، وخلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء اليونان، أكد الرئيس السيسي على تميز ومتانة العلاقات التي تربط البلدين واعتزاز مصر بتلك العلاقات. طالب الرئيس السيسي بنشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، فيما طالب جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالعمل على مكافحة ظاهرة التنمر. كما أكد الرئيس السيسي خلال حضوره احتفالية قادرون باختلاف أن الدولة تولي اهتماما خاصا بذوي القدرات الخاصة من خلال رفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم. احتفلت الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي بليلة عيد ميلاد المجيد، وارتفعت صلوات القداس الإلهي في عدد من الكنائس بالقاهرة والمحافظات، وتزينت الكنائس بزينة أعياد الميلاد وأشجار الكريسماس تزامنا مع الاحتفال. أعلنت القيادة العامة للجيش السوري تطهير ما يزيد على 320 كيلومترا مربعا وطرد الإرهابيين منها والدخول إلى أكثر من 40 بلدة وقرية بريف إدلب. هذا وأوضحت في بيان أن العمليات أسفرت عن تدمير مقرات الإرهابيين وتكبيدهم خسائر فادحة في المعدات والأرواح، مشددة على إصرارها على إتمام تطهير إدلب من الإرهاب. وافق البرلمان العراقي على قانون جديد للانتخابات كان يمثل مطلبا أساسيا للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة، ويتيح قانون الانتخابات الجديد للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلا من الاختيار من قوائم حزبية، وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلا لدائرة انتخابية محددة بدلا من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها. نهاية الموجز ولمزيد من الأخبار دائما تابعوا موقعنا الإخباري actionnews.tv. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.